نهاية هذا اليوم في مصر وبداية لقائنا معكم، أسعد الله مساءكم. مشاهدينا في هذا المساء نتوقف عند أبرز أخباره، ومن بينها هدنة في أسوان لمدة 3 أيام، فهل تصمد؟ $67 مليار، هل تكفي لحل مشاكل السكك الحديدية في مصر؟ ومن الدويئة ننقل لكم يوميات الحياة قبل الحافة بقليلة. وبعد صعود تيار الاستقلال في نقابة المهندسين وفوز المهندس طارق النبراوي يحل ضيفا علينا في هذا المساء، بدعو حضراتكم، أدعو أولا بالطبع المهندسين وكافة مشاهدين للمشاركة وطرح أسئلتهم مباشرة على النقيب الجديد عبر هاشتاج اسأل نقيب المهندسين. بالطبع يمكنكم طرح هذه الأسئلة على تويتر من خلال حسابنا على تويتر وعلى فيسبوك على صفحتنا الرسمية كما هو مبين على الشاشة. مشاهدينا كالعادة أنتم مدعوين للتعليق على كل ما يأتي في فقرات البرنامج ولطرح أسئلتكم وتعليقاتكم، ابقوا معنا. مرة ثانية نبدأ من نفس الحدث لليوم الثالث على التوالي، حرب داحس والغبراء التي اندلعت في أسوان على غير سبب مفهوم أو واضح أو يستحق. هل كان السبب يستحق كل هذه الدماء التي سالت حتى اللحظة؟ كل الجهود الآن تصب في محاولة إيقاف نزيف الدم، ثم بعد ذلك التساؤل كيف يمكن الوصول إلى صلح، وقف نزاع ثأري بدأ ولا يعلم أحد كيف يمكنه ومتى يمكنه أن يبدأ. كل القيادات العاقلة سواء القيادات الرسمية أو الشعبية أو كبار العائلات قدروا أن هم يتوصلوا بالأمس أو صباح اليوم إلى هدنة، هدنة 3 أيام. هل تصمد؟ نتمنى أن تصمد. قبل يومين بالفعل ذهبت الحكومة بقضها وقضيضها، ذهب رئيس الحكومة وذهب 2 من أعضاء الحكومة وهم وزير التنمية والمحلية ووزير الداخلية، واستطاعوا الوصول إلى اتفاق لكنه لم يصمد إلا إلى صباح اليوم التالي. لذلك نتمنى أن يكون هذه المرة الاتفاق أقوى وأن تصمد هذه الهدنة، ونتمنى أن في خلال 3 أيام دولة تهدأ النفوس ولو قليلا لوقف المزيد من الدماء التي يمكنها أن تسيل. أكيد لا تزال الأمور صعبة ولا تزال العزاء ما تنصبش لأي من الذين قتلوا في هذه الخصومة الطويلة. معي محمود المناعي مراسل مصر، محمود ملا مراسلنا من أسوان. محمود، لو توصف لنا دلوقتي الوضع عندك شكله إزاي؟ والله هو مساء خمس تم عقد هدنة أو اتفاق بين قبيلتي دابود وبني هلال المتنازعتين بحضور كبار وعواقل أسوان، وتم الاتفاق على عدة نقاط التي أولها هدنة 3 أيام بهدف تشييع دفن المتوفين من الجانبين وعدم والافراج عن المقبوض عليهم من الطرفين في غير المتهمين في قضايا جنائيه، ومع عدم اقامه الاكمنه واللجان الشعبيه من الطرفين التي كانت انتشرت خلال اليومين الماضيين. صباح اليوم عاد بناء على هذا الاتفاق عاد الهدوء الى مدينه اسوان. انتشرت قوات الشرطه والجيش بكثافه في مناطق الاشتباك، وتم اعاده فتح الطرق التي تم اغلاقها منذ ايام منذ الجمعه بعد اندلاع الاشتباكات، وعاد الهدوء الى مدينه اسوان. لكن هل لا يزال حظر التجول في المنطقه مستمر يا محمود؟ ليس هناك حظر تجول ولم يفرض حظر تجول من الاساس في المنطقه،
لكن هناك انتشار كثيف لمدرعات ال يعني في تجول، هل الناس بتقدر تخرج من بيوتها وبتمشي؟ هل في اي احتكاكات حاصله على الخلفيه دي؟ يعني انت قلت ان الاكمنه الشعبيه اللي هي تسببت اول امبارح في انهيار الاتفاق تم الاتفاق على انها مش موجوده، هل الناس بتقدر تمشي في الشارع بشكل طبيعي هناك؟ منذ صباح اليوم الحياه تسير بصوره عاديه في مدينه اسوان ولم يحدث اي اشكالات، الجميع يعتقد انه ملتزم بهذه الهدنه دون اي اشكالات، وجميع الطرفي النزاع اتفق على الالتزام بهذه الهدنه، لكن هناك نبأ منذ قليل تناقل عن خرق هذه الهدنه بحرق احد بيوت النوبيين بمنطقه السيل الريفي في اسوان. يعني تم خرق الهدنه بالفعل دلوقتي؟ نعم. طيب هل ده هيترتب عليه اي تداعيات في تقديرك؟ لا، حاليا الجميع الاطراف اعلنت التزامها بهذه الهدنه وان هذا قد يكون حادث فردي، وتم تحرير محضر بهذه الواقعه، واعلن الطرفين التزامهم بالهدنه التي تم بعد الحرق، بعد حادثه خرق الهدنه، هل اعلن الطرفين ان هم ملتزمين بها ولا لسه؟ نعم نعم، الطرفين ملتزمين بضبط النفس و الكل يسعى الى التهدئه، وقد يكون هو حادث عارض او فردي، لكن جميع القيادات اعلنت التزامها بالهدنه التي تم الاتفاق عليها حقنا للدماء. هل تم دفن الضحايا ولا لسه؟ بالفعل تم، قام ابناء بني هلال في ساعه متاخره من اليوم في على الساعه 3 او 4 فجر اليوم عقب انتهاء جلسة الصلح، جلسة الهدنة التي تم عليها اتفاق الهدنة، بدفن ضحاياهم، وقام أبناء النوبة من قبيلة بني هلال بدفن 5 من ضحاياهم بعد الصلاة عليهم عصر اليوم في منطقة نجع المحطة بطريق الخزان في أسوان. هل لسه تبقى أي من الضحايا؟ لسه من الضحايا تبقى أي حد لسه في مرحلة التشريح ما اتدفنش ولا الجميع تم تشييعه؟ لا، الجميع تم تشييعه، ولكن هناك كان جثتين الذين لقوا مصرعهم بالامس، جرت النيابه التشريح لهم وصرحت بدفنهم. شكرا على كل هذه المعلومات، زميلنا محمود ملا مراسل صحيفة المصري اليوم في أسوان. مشاهدينا بنبقى لازلنا في أسوان بالإضافة للتفاصيل التي ذكرها زميلنا محمود ملا هناك، فلا تزال هناك محاولات الصلح التي يحاول أن يسعى إليها بعض كبار العائلات، سواء من العائلات النوبية أو من عائلة الهلايل. محافظ أسوان كان قد أشار بحكمة كبار القبيلتين لاحتواء الخلاف وحقن الدماء، وخاصة أنهم أهل جوار ومصالح مشتركة وتضم أرض أسوان الطيبة التي كانت وستظل واحة للأمان. معي السيد ياسين عبد الصبور نقيب معلمي أسوان وهو من أبناء منطقة النوبة. أستاذ ياسين، طبعا البقاء لله في كل الضحايا، علمنا قبل قليل أنه تم اختراق للهدنة، وطبعا مفهوم أنه ممكن أي تصرف فردي من هنا أو هنا يتسبب في إعادة الاشتباك، لكن هل الكبار كبار العائلات واعيين لهذه المسألة وملتزمين بضبط النفس ولا لا؟ عفوا مش سامع حضرتك، اتفضل. بقول لحضرتك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ اهلا وسهلا. اولا احنا طبعا تعازينا لاسر الضحايا من الطرفين، تعازينا ليهم، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان يا رب. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون اخر الاحزان، لان هذه نحن تتعرض لها محافظه اسوان. تمام. احنا حضرتك طبعا اقول لحضرتك الاحداث اللي حصلت بالظبط من امبارح للنهارده، وامبارح بالليل ماشيين من مكتب المحافظ الساعه 3:30. ايه بقى اللي حصل من امبارح؟ تم الاتفاق على هدنه لمده 3 ايام لان تدخلت اطراف للمصالحه لكي نعطي هذه الاطراف المهله، الوقت الكافي لحصر الخسائر ولتحديد من المعتدي ومن المعتدى عليه. مين اللي هيحدد هنا مين المعتدي ومين المعتدى عليه؟ الكلام ده التزمنا بيه وكتمنا بنوده ونزلت على المواقع، وكل المواقع قالت الهدنه دي. صحيح. لكن للاسف ولا بلاش اخواننا واهلنا وعشيرتنا
ابناء بني هلال، تمام؟ ارجوكم التزموا بالهدنه اللي تم تنفيذها. دلوقتي تم من منذ دقائق تم حرق منزلين من منازل ابناء النوبه. وتم تسجيل هذا بمعرفه مساعد مدير الامن عبد الباسط بيدنقل، وانا حضرتك يعني انا من خلالك بشكر القيادات الامنيه. يعني امبارح حضرتك العميد خالد الشاذلي مشكورا كان عندي 15 واحد محاطين ومحاصرين في هذه المنطقه، تم انقاذهم وايجاؤهم من هذه المناطق. طب انا عايز اعرف من حضرتك يا استاذ ياسين، بعد ما تم خرق الهدنه من قبل الهلايل، هل معنى كده ان الهدنه سقطت خلاص ولا ما زالت مستمره؟ استاذ ياسين عفوا انا مش سامع حضرتك، بسالك دلوقتي بعد ما الهلايل خرقوا الهدنه وحضرتك بتتهمهم ان هم حرقوا منزلين من منازل ابناء النوبه، هل معنى كده ان الهدنه سقطت؟ ما زلنا متمسكين، لاننا املنا كبير ان احنا نخرج من هذه الازمه. لا متمسكين بالهدنه، لكن ارجو واناشد ابناء قبيله بني هلال التزموا بالعهد، التزموا بالهدنه، التزموا بالعهد، التزموا بالهدنه. والجهات الفاصله بيننا والتي تحكم بيننا هي التي تقرر من المخطي ومن الذي اخترق الهدنه. طب انا عايز افهم من حضرتك برضو بشكل واضح، مين اللي حضرتك قلت ان الهدنه دي الغرض منها حصر الخسائر اولا، اعطاء وقت عشان يتم تحديد مين اللي غلطان ومين اللي بدا الاول، مين اللي هيتولى هذه المساله؟ هل هي الجهات التنفيذيه الحكومه يعني ولا انتوا بشكل المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها، المنطقه دي فيها 60 منزل من ابناء داوود، احاطه من جميع الاتجاهات بابناء قبيله بني هلال. طبعا عشان لعدم اراده الدفاع احنا سحبنا 60 اسره، اخذناهم وجبناهم في منطقه اخرى لحين التهدئه. يعني انتوا نقلتوا فعلا اسر؟ البيوت بتاعتهم، لكن كل ممتلكاتهم موجوده في هذه البيوت. تخيلي من اول يوم، من يوم الاحداث يوم الجمعه يحترق بيتين او ثلاث. النهارده بعد الهدنه كنا نتوقع انهم ان يحافظوا على هذه المنازل حتى هذه اللحظه. يعني البيوت اللي احترقت اصحابها مش موجودين فيها وانتوا نقلتوهم عشان خاطر تخففوا الاحتكاك. مين اللي احترق الهدنه؟ واضح سعادتك. لا انا بسال على بدايه الاحداث من الاول يا استاذ ياسين. بسأل على بداية الأحداث. بداية الأحداث مشاجرة بين الطلاب. لا أنا عارفة مين اللي هيحدد مين اللي غلط، مين هنا اللي هيحدد مين اللي غلط. لا هو الغلط ممكن قد يكون هناك كما يصور البعض من هناك في طرف ثالث، وأنا أميل لهذا الاقتراح أو هذه الفكرة، أن هناك من تربص بهؤلاء التلاميذ وأشعل الفتنة بينهم يوم الأربعاء. لان الكتابه اللي كانت موجوده يوم الاربعاء على الحوائط بخط واحد، شتيمه في هذا وشتيمه في. طيب يعني انا يعني ده اطفال تعارضوا مع بعض، وصلت للكبار، تعدوا يوم الجمعه الماضيه حصل تعدي وقتل اربع افراد قبل ان يرد ابناء نوبه وابناء داوود عليهم. طب اذا انتم مقتنعين ان فعلا في طرف اربعه قتلوا نعم. و15 إصابة. طب إذا أنتم مقتنعين فعلا أن في طرف ثالث كان حريص على أنه يشعل هذا الخلاف، فبديهي أن هذا الطرف ممكن يكون من مصلحته أن الخلاف يفضل مشتعل، فبالتالي ممكن يرتب لخرق الهدنة. هتتعاملوا بالمسألة دي إزاي عشان خاطر ما يجيش أي تصرف فردي أو من الخارج؟ من ناشدهم. أنا برضه خلاص نعتبر كده ممكن يكون الأطراف ما سمعتش بالهدنة وعملت هذا الاختراق. أرجو الالتزام بالهدنة. أحلى جيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجار، حتى ظن الصحابة أن الجار قد يورث جاره. أنا أشكر ونحن نضم صوتنا إلى صوتك. احنا محافظة أسوان أرقى المحافظات وأطيب ناس. صحيح والله. السمة المعروفة لدينا أن احنا أطيب ناس. صحيح والله. تخيل على آخر لا عمرنا ما حطينا شومة في البيت.
طيب احنا بنتمنى لكم التوفيق في محاولات التهدئه دي يا استاذ ياسين، يا استاذ ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين واحد ابناء النوبه اللي نقل الينا خبر عاجل عن قيام ابناء قبيله الهلايل حسب ما يروي باشعال النار في منزلين من المنازل اللي تم اخلاءها من بعض ابناء قبيله الدبوديه فضلا للاشتباك لغايه هذه الهدنه، وناشد قبيله بني هلال بالالتزام بالهدنه وناشدهم بحق الجيره الحفاظ عليها حتى يتم تهدئة الأمور. من الأحداث المستمرة في أسوان والتي نتمنى أن تنتهي على خير وألا تسيل فيها أي دماء أخرى، يكفي مثال حتى الآن لأسباب غير واضحة ومؤكد أنها لا تستحق كل هذه الدماء، إلى خبر آخر نتمنى أن يكون بشرة خير للصعايدة كلهم ولأبناء الوطن كلهم. مفهوم طبعا أن وسيلة أن القطر هو بذات قطرات الوجه الإبلي تعاني من الجانب الأكبر من مشاكل السكك الحديدية، وهي التي تتعرض في الغالب لمعظم حوادث القطارات المستمرة في مصر. خطة الوزارة لمحاولة تحسين أحوال السكة الحديد من ناحية الأمان ومن ناحية الجودة ومن ناحية السرعة ما زالت مستمرة. النهاردة وزير النقل عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه عن ملامح هذه الخطة اللي ترصد لها 67 مليار جنيه. هل تكون هذه هي البداية لإيقاف نزيف حوادث القطارات ولتوفير خدمة لائقة لهذا القطاع؟ نشاهد. خط اسكندرية أسوان لوحديه بيشيل 800 ألف راكب. أنا النهاردة هذا الخط بأمنه وزود كفاءة الإشارات فيه وطور السكة فيه وأطور القطارات العاملة عليه بحيث النهاردة يعمل بسرعة قدرها 120 كيلومتر في الساعة. هنشئ قطار كهربائي على مستوى سطح الأرض بيمشي القطارات فيه ب 180 كيلومتر في الساعة. هذا القطار أو هذا المستوى الثالث هيربط عواصم المحافظات، يلف كده غرب الدلتا والنيل ويخش بفيدرز أو بالتفريعات إلى عاصمة كل محافظة ويرجع تاني ياخد الخط الطوال وهكذا. في مستوى رابع عملناه فوق المستوى ده، فوق نفس الخط اللي ماشي ب 180 هيمشي ب 350 كيلومتر في الساعة، ولكن هيربط خمس محطات فقط: اسكندرية ومحطة الجيزة عند الأهرامات وعند المتحف الجديد، ثم أسيوط، ثم الأقصر، ثم أسوان. احنا النهاردة ما عندناش كوادر فنية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيات، ومن ثم احنا فكرنا برضو ان احنا نبدأ فورا النهاردة بالاستفادة بمعهد وردان وتحويله الى أكاديمية لتكنولوجيا النقل، نبتدي نفرخ منها مهندسين وكوادر فنية لخدمة استخدام التقنيات الحديثة دي في السكك الحديدية وغيرها في قطاعات النقل. وأخيرا تم حل الأزمة اللي عمرها 3 سنين لغاية دلوقتي، الأزمة الشهيرة بين جامعتي النيل وجامعة زويل التي تطورت إلى نزاعات في المحاكم ونزاعات نالت من الجميع وخسر فيها الجميع. النهاردة تم على ما نتصور حل هذه الأزمة تماما بعد ما كانت حصلت جامعة النيل على حكم قضائي. النهاردة الرئيس عادل منصور استقبل كل من رئيس مجلس الأمناء في الجامعتين، الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والدكتور إبراهيم بدران عضو مجلس أمناء جامعة النيل ورئيسي الجامعتين. وتم إعلان أن جامعة النيل بالفعل تم تمكينها من أراضي الجامعة، وتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي كنا فيه ونقلنا لحضرتكم الصورة. نشاهد. بعد أزمة استمرت عدة أشهر صدر حكم الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في عودة أراضيها بعد نزاع طويل مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بضرورة تنفيذ أحكام القضاء.
وفي هذا السياق عقد رئيس وأساتذة الجامعة مؤتمرا صحفيا لإعلان سبل تسلم الأراضي والمباني. أشكر الجميع منهم السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وكل من ساند جامعة النيل في هذه الأزمة اللي استمرت أطول مما كنا يعني نرجو لها أن تستمر. دكتور أحمد زويل هيتخصص له أرض جديدة في مكان آخر هيبني عليه المباني بتاعته، وإحنا من الأول خالص كنا عارضين، إحنا بقالنا سنتين بنعرض العرض ده إن إحنا مستعدين إحنا نستضيف الطلبة والباحثين بتوع دكتور زويل في مبنى من المباني بتوع جامعة النيل اللي موجودين في المقر اللي هم واخدينه، نستضيفهم عندنا لفترة مؤقتة لغاية لما يتنقلوا للمقر الجديد بتاعهم. وتعود أزمة جامعة النيل لعام 2011 عندما خصصت أراضي الجامعة لمدينة زويل بقرار وزاري، لكن طلاب الجامعة وأساتذتهم رفضوا هذا القرار واعتبروه استيلاء على أراضيهم، واستمروا في الاعتصامات السلمية بالتزامن مع الدعوات القضائية حتى جاء الحكم بأحقيتهم في تلك الأراضي. المفروض اللي احنا هنبدأ نستلم مباني من أول اليومين الجايين دولت، في حاجة اسمها عشان تستلم مباني لازم تعمل عملية جرد وتشوف إيه اللي كان موجود وإيه اللي ما كانش موجود، تستلم بموضوع أوفيشال شوية، فالموضوع بياخد وقت. المفروض إن هو يعني المفروض على حسب الوعود اللي فاتت إن هو هنبدأ نستلم مبنى يوم 1/5 هنخش فيه ونبدأ الكلاسز بتاعتنا جوه المباني دي. احنا ارتحنا اخيرا من الجري في المحاكم والجري على حقنا وكده، وان شاء الله نبدأ بقى نركز في مذاكرتنا ونبدأ بقى نشتغل صح. مجرد ايام واجراءات ويعود اساتذة الجامعة وطلابها الى مقراتهم بعد رحلة طويلة للدفاع عن جامعتهم. إيمان الحويزي، قناة دريم. النهاردة أيضا تم تأييد الحكم بحبس كل من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات والتغريم 50,000 جنيه في قضية خرق قانون التظاهر. اترفض الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار حبسهم. المحكمة كانت أو هيئة الدفاع كانت انسحبت خلال الجلسة قبل اللي فاتت اعتراضا على تعرض المتهمين للاعتداءات أثناء نقلهم لمقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة. استمعت المحكمة لشهادة المقدم منصور جمال قائد حرس محكمة عابدين اللي أكد صحة ارتكاب المتهمين للوقعة وتورطهم في الاعتداء، وعليه فقد رفضت المحكمة هذا الاستئناف. بعد صدور هذا الحكم في مجموعة من مؤيدي أحمد دومة ومن وأحمد ماهر و 6 أبريل قاموا بمسيرة النهاردة للقصر الاتحادية للاعتراض على هذا الحكم. معي عبر الهاتف السيدة نورهان فوزي زوجة أحمد دومة. أستاذة نورهان أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة. لو نعرف هل ده الحكم رفض الاستئناف معناه أن ده حكم نهائي ولا ما زال أمامكم خطوات قضائية تانية ودرجات قضائية تانية؟ الحقيقة ما فيش تاني غير النقض، والنقض للأسف بياخد مدة طويلة، يعني أقل حاجة سنة أظن لسنتين. وفي قضايا مشابهة قضايا زمايلنا كتير، يعني من وقت الثورة لحد النهاردة في شباب محكوم عليهم بسنين قضوا السنين ولسه لحد النهاردة لم يبت في قبول الطعن أو لا. البعض اقترح طريق آخر وهو أن هؤلاء الشباب باعتبارهم من شباب الثورة ممكن يقدموا التماس لرئيس الجمهورية للعفو عنهم، هل فكرتم في هذا الاقتراح أو في هذا الطريق يا نورهان؟ الحقيقة قضيتنا والظلم اللي واقع علينا على مرأة ومسمع من الجميع، فلو الرئيس عنده نية انه يدي عفو رئاسي فهو احنا بنقول له احمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل مظلومين، ولو حضرتك تقدر تديهم عفو رئاسي وترفع الظلم عنهم فياريت اديك سامع. طب انتوا النهارده رحتوا واقفه لقصر الاتحادية، يعني هل مين اللي راح والعدد كان شكله ازاي وعملتوا ايه بالظبط؟ هو اولا اعتصام مش خطفة، اللي موجود فيها بدأت بأسرنا احنا أسرة أحمد دومة وأحمد ماهر، وضم عليها نشطة كتير خصوصا اللي عندهم قضايا على ذمة برضو قانون التظاهر، وتضامن مع الاعتصام ناس كتير حتى فيهم شخصيات عامة يعني وكلهم ضد قانون التظاهر. طب
طيب هل في مطالب محدده انتوا رفعتوها في الاعتصام ده، وهو اعتصام يعني ما زال مستمر حتى هذه اللحظه ولا كانت واقفه بس مؤقته؟ الاعتصام مستمر، والمطلب الاساسي الافراج عن كل الشباب المحبوسين على خلفيه قانون التظاهر من اول اصداره لحد النهارده. شكرا جزيلا ليك نورهان فوزي زوجة أحمد دومة، بشكرك شكرا جزيلا. ومعي على الهاتف زميلنا أحمد شلبي رئيس القسم القضائي بصحيفة المصري اليوم. أحمد، لو تحطنا في وقائع الجلسة وتفهمنا لماذا تم رفض استئناف أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر. لا، رفض الاستئناف ده طلب الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر اليوم. الحيثيات لم تصدر بعد من قبل هيئة المحكمة، ولكن المعلومات الاوليه اللي صادره من هيئه المحكمه تؤكد ان الحكم الاول الذي صدر على ايدين احمد دومه وماهر ومحمد عادل في هذه القضيه تؤكد ان المحكمه اول درجه التزمت بكل الاجراءات القانونيه في اجراءات المحاكمه، ولم تخل بحق الدفاع او لم يكون هناك خطا في تطبيق القانون في المحاكمه الاولى، وبناء عليه ايادت الحكم الصادر من محكمه اول درجه. دي كلها معلومات اوليه. حيثيات الحكم لسه لم تصدر بعد، هي طبقا للقانون بتصدر خلال 30 يوم من صدور الحكم النهائي فيها. لكن اللي عاوز اكتبه ان محكمه الاستئناف ليها درجه ثالثه من الصعب على الحكم، بمعنى ان يعني في الجنايات بيبقى انت لو صدر حكم في محكمه الجنايات ممكن تطعن عليه امام محكمه النقض، اما فيما يتعلق بالجنح فانت ممكن الحكم يطلع اول درجه من محكمه الجنح، وبعدين تستأنس عليه قدام جنح مستقر، بعد كده ممكن تنقضه او تطعن عليه. طيب يعني الطعن والنقض لسه زوجه احمد دومه بتتكلم على ان هو طريق طويل جدا وان هو ما بياخدش وقت اقل من سنه. طبعا ده حاجه معروفه جدا ان الاجراءات التقاضي دي تاخد اجراءات كتيره، واعتقد يعني لو احمد حب ان هو يطعن بالنقض على هذا الحكم اعتقد ان هو يكون الحكم بالصدر بحقه اللي هو 3 سنين. هل ساعتها في الحاله دي لو نقض الحكم بيبقى من حقه ان هو يخرج مثلا، ولا بيظل قيد المحبس لغايه ما يتم الفصل في حكم النقض؟ لا، ده اللي يحدده محكمه النقض اللي تنظر الطعن. اذا تقدر احمد بالطعن يعني امام محكمه النقض، عندما يتحدد جلسه لمحاكمه الطعن امام محكمه النقض، محكمه النقض هي اللي تحدد تقول يعني نظر الطعن مع احلاء سبيل المتهمين او نظر الطعن مع استمرار حبس المتهمين على ذمه الحكم الصادر. ولكن محكمه النقض يعني سامعك استاذ احمد، يبدو ان التواصل انقطع ما بيننا وما بين زميلنا احمد شلبي رئيس القسم القضائي في صحيفه المصري اليوم، اللي كان بيشرح لنا الحكم النهارده والكيفيه التي صدر بها وملابسات الجلسه. الى الدويقه من هناك نقلنا قبل ايام تفاصيل الحياه قبل الحفه بقليل، حفه الحياه، حافة الجبل المهدد طول الوقت بسقوط صخرة كما حدث مرة ومرة قبل كده مرتين، وأيضا حافة أشياء كثيرة في هذه المنطقة. كيف يتعايش السكان مع هذه الحياة وما هي مطالبهم؟ أمر رصدناه في تقرير وعدنا رصدناه مرة تانية بشكل مختلف. دعونا الأول نشوف المشهد الأول في الدوية. سنوات متراكمة من القمامة ومياه الصرف الصحية التي تغرق المكان، ملامح الفقر والإهمال تجدها أينما تولي وجهك للدويقة. الإيواء والانتقال للسكن بمحافظة 6 أكتوبر، هذا ما عرضته المحافظة على أهالي المنطقة، لكنهم رفضوا نظراً لبعدها عن أماكن رزقهم. عاوزين يمشونا وإحنا مش هنقدر إحنا نمشي من هنا، يقولك لا ده إحنا هنوديكم مكان تاني وبعد كده نجيبكم تاني، واللي قبلنا عملوا كده ما جابهمش هنا. بعدين انا معايا جوزي تعبان مريض، معايا عيال ما اقدرش اخرج من هنا، هروح فين انا النهارده؟ شغلي هنا، اكل عيشي كله هنا، انت فاهم؟ اروح فين النهارده؟ لو انا جبت 50 جنيه هركب بقد ايه مواصلات؟ ب 100 جنيه اركب ب 100 جنيه 50 رايح و 50 جاي؟ عايزين يهدونا يمشونا من هنا، يودونا اكتوبر، لا يودونا مش عارف فين. ها هنروح فين؟ احنا قاعدين في حق، انا نفسي متجوز ومعايا 3 عيال، أو بيمو ازاي لما اعرف الكلمه فوق.
حل المشكله دي. احنا قعدنا مع محافظه القاهره السابق اسامه كمال، وقعدنا اكتر من وعد ان هو هيعمل احلال وتجديد. احلال وتجديد هيبدا ياخد منطقه يبني مكانها ويشيل منطقه. انا لو بصيت للايواء ده هيوفر مساحه ارض يمكن ربما تكفي المنشيه بالكامل مش يديها لوحديها. عشوائيات وخدمات تكاد تكون منعدمه، بالاضافه الى احتمال سقوط صخور الدويقه على اهالي المنطقه في اي لحظه، كلها امور يعانيها المواطنون هناك، وهو ما يتطلب حلا فوريا قبل ازمه اوشكت على الحدوث. المساله صعبه، الاختيار هنا بين الاستمرار في الحياة أو الانتقال إلى حياة تانية فيها صعوبات. يعني المواطنين اللي بيتهددهم خطر الموت في أي لحظة بسبب أن المباني قايلة للسقوط، مكان مش آمن، وفي نفس الوقت بيرفضوا الانتقال لأن الأماكن التانية ممكن أنها تبقى بعيدة، تكلفهم كتير من مورد رزقهم. لكن هذه المرة تدخلت الدولة ورأت أن مفيش اختيار لغاية ما الكارثة تقع. بالفعل انتقل محافظ القاهرة، والنهاردة بدأ فعلا هدم هذه المنازل، وتم تقديم الحل الآخر الذي لا يزال موضع جدل بين المواطنين. شقة 26 متر بيوصفوها بأنها حق غير قابل للحياة فيه، لكن الاختيار الآخر قد يكون الموت تحت الأنقاض. انتقلنا إلى هناك واستمعنا أيضا إلى وجهة نظر المحافظ ووجهة نظر المواطنين. نشاهد. المساكن اللي وراك دي وراها هضبة، والهضبة دي على ارتفاع 30 متر، وهي بناء على تقارير من لجان هندسية ولجان أكاديمية من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس معرضة للانهيار في أي لحظة. ووفرنا لهم شقق، وفرنا 102 شقة، حوالي 40 شقة للمستأجرين في 6 أكتوبر، واتنقلوا مبارح وسكنوا مبارح. سيادة رئيس الوزراء اتفق معنا يدينا عقودات تمليك 50 شقة، دلوقتي الكلام اتغير وبيقول لك استضافه لغايه مش عارف نبني لك فين. اكل عيش الناس هنا وبيودوهم اكتوبر وفي اخر الدنيا المفروض يبنوا لهم هنا. شوف البيت حضرتك عامله ازاي؟ هديك شقه 26 متر اوضه وصاله، هتعمل فيها ايه؟ كل واحد معاه 5-6 عيال. معانا عيال، ده لو عايز ايه ده وتعب ونزلت بيه بنص الليل على اخوي على عمي على ابن خالي على حتى الغريب بنلاقيه. نروح احنا في اخر الدنيا نعمل ايه؟ احنا نتحدث عن قضيه لا تحتمل النقاش، ما ينفعش فيها ان انا اقول ده موافق وده مش موافق. نتحدث عن حياة ناس في خطر. لسه من شوية كنت بقول لو واحد شايف واحد ماشي على خط السكة الحديد وفي قطر جاي يشيله، انا مهمتي ان انا احضنه واشيله ادقه وابعده عن خط القطر عشان ما يموتش. سؤال مفتوح وسؤال مهم، والإجابة عليه سيتحدد عليها أشياء كثيرة. مشاهدينا، هل تؤيدون في هذه الحالة أن تتدخل الدولة بالقوة وتمنع الكارثة، ولا تستنى حدوثها ونبدأ بعد كده في عد الضحايا؟ طيب ماذا عن مطالب الناس السكان اللي شايفين أن مثل هذه الحلول التي لا تفرضها الدولة لا تراعي حياتهم وما هيش هي الحل الأفضل؟ هل الحياة، السؤال هنا بين الاختيار بين الحياة والموت، ولا أحيانا ممكن تتساوى الحياة والموت في نظر بعض المواطنين إذا كان ده هيأثر على رزقهم؟ ويلا خليها على الله وزي ما تيجي تيجي. قضية أعتقد أنها تحتاج للطرح بأساليب مختلفة، وتحتاج للاستماع لوجهات نظر الناس بشكل مختلف. إلى الانتخابات الرئاسية والمعركة التي لا تزال مستمرة، المعركة لا تزال في بدايتها، لكن الجميع بيسخن، وعلى رأسهم المنظمات التي ستراقب ووسائل الإعلام التي تبحث عن موطئ قدم لتشارك في مراقبة الانتخابات. النهاردة وزارة التضامن الاجتماعي عقدت مؤتمر صحفي وتحدثت فيه عن معايير مراقبة الانتخابات. كنا هناك ونقلنا لحضراتكم. نشاهد. بتنص المادة 5، وده تعديل عن ما كان منفذا أيام الاستفتاء، على الحصول على شهادة من الوزير المختص في هذه الحالة وزارة التضامن الاجتماعي، على شهادة بتقول للجنة العليا للانتخابات أن هذه الجمعية من ضمن أغراض عملها متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان
والمسائل المرتبطة بالرقابة على الانتخابات. أيضا هذه الشهادة بتشهد أن هذه الجمعية مشهرة ومسجلة وتعمل وفق القانون وليس عليها أي ملاحظات مالية أو إدارية. بنعلن من خلال حضراتكم النهاردة عن غرفة العمليات الموجودة في الوزارة في العجوزة في شارع المراغي، موجودين من 8 صباحا إلى 5 مساء يوميا ما عدا يوم الجمعة لتلقي طلبات الجمعيات الأهلية المصرية، وبنطلب معها مجموعة من المستندات. عندنا البيان الدقيق بالضبط، اللجنة تلقت دراسة طلبات منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية من يوم 2/4 حتى صباح اليوم، عدد 12 اللي تم تسجيلهم يعني لحد من ساعة فاتت، يعني عدد 12 جمعية أهلية اللي توافق عليه وصدر ليه شهادات عدد 3 جمعيات. وما زالت جهود محاولة تطوير النقل العام مستمرة، نتمنى طبعا أنها تكلل بالنجاح، ونتمنى أن يأتي اليوم اللي تعود فيه أوتوبيسات النقل العام ووسائل النقل العام إلى دورها كوسائل آدمية يستطيع المواطن أنه ينتقل إليها في اطمئنان. وقد يدفع ده البعض أن هم يبطلوا يعتمدوا على السيارات الخاصة وعلى وسائل تانية بتسحم الشارع المصري. ما زال النهاردة استلمت محافظة القاهرة 35 أوتوبيس للنقل العام، وكان في حفل الاستلام، والحقيقة أن ده تقليد المحافظة بتعمله. إحنا نتمنى أن إحنا اللي نحتفل في النهاية بتغيير منظومة النقل العام، وإن أصبحت الشوارع أكثر فضاء. أعتقد أن هذا اليوم هو الذي سيستحق الاحتفال فيه، لكن أنا على كل الأحوال حضرنا هذه المناسبة لتدشين 35 أوتوبيس الجديد اللي انضموا لأسطول النقل العام. نشاهد. دي الدفعة الثالثة من إجمالي عقد تم توقيعه في 11/2013 بإجمالي 200 أوتوبيس. ده الدفعة الثالثة 30 أوتوبيس خدمة شاقة، سيتم نزولهم الخدمة إن شاء الله بعد فور الانتهاء من التراخيص وتركيب النمر للعمل على الخطوط الطوالي، بيخدم الراكب الرحلة الطويلة بشرط أن هو ما ينزلش من الأوتوبيس ويركب مواصلة تانية. كل أسبوع كل 10 أيام هندخل الخدمة عدد 30-40 أوتوبيس إن شاء الله. بنهاية 2014 نتمنى أن احنا ندخل الخدمة حوالي 1350 أوتوبيس. احنا المرة دي كمان تسدي هنشغلها ومعظمها في خدمة المدن الجديدة، أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعبور. على ما يبدو فإن نتائج انتخابات نقابة المهندسين تثير جدل وتساؤلات كثيرة، ودليل على كده حجم التعليقات والأسئلة اللي وردت إلينا حتى الآن سواء على فيسبوك أو على تويتر على هاشتاج اسأل نقيب المهندسين. أتمنى أن يتاح لضيفنا البشمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد بحسب الانتخابات الأخيرة الفرصة للإجابة على تساؤلات مشاهدينا وتساؤلات البرنامج. انتظرونا بعد هذه الوقفة القصيرة.